السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هناخد الدرس الثاني، القرية المنتجة. احنا خدنا الدرس اللي قبل كده، الدرس القرية ملك للجميع. كان في نهاية الدرس ونيس وأصدقائه اتفقوا ان يجتمعوا غدا لوضع خطة لحملة نظافة الشوارع. تعالوا نقرأ مع بعض الدرس ده. بيقول ايه؟ ظلت القرية طول الأسابيع الثلاثة الماضية منشغلة في تنفيذ حملة نظافة الشوارع. يعني معنى كده ان استمرت القرية طول الأسابيع الثلاثة الماضية بتعمل ايه؟ بتحاول تنظف وتجمل الشوارع، وفعلا نظفوها. بالنسبة لنا، ولا أستطيع أن أصف لكم جمال شوارع قريتنا الآن، مش عارف أوصف لكم شوارعنا مقدمينها ازاي. في مساء الأمس ذهبت برفقة أصدقائي إلى قصر ثقافة بالقرية. هو مين بيتكلم؟ ونيس. وبيقول لنا إيه؟ إن هو في مساء الأمس راح فين؟ راح قصر ثقافة بالقرية مع مين؟ مع أصدقائه. وماذا وجدوا؟ وجدوا إيه؟ فوجدت الجد جالسا يقرأ في صحيفة. لقى الجد سالم قاعد وبيعمل إيه؟ بيقرأ صحيفة. ألقينا عليه السلام وتحلقنا حوله، يعني جلسنا حوله على شكل حلقة وعكسها تفرقنا. شايفين شوارعهم بقت جميلة إزاي؟ ونيس، لقد نجح هؤلاء الشباب يا جدي سالم في تنشيط حركة البيع في سوق القرية الأسبوعي عندما عرضوا ما تنتجه الأسر المنتجة في السوق. هؤلاء ده إيه؟ اسم إشارة للجمع العاقل فقط. يا جدي أسلوب نداء. قال إن الشباب دولت نجحوا في إن هم ينشطوا حركة البيع. تنشيط يعني إيه؟ ترويج، وعكسها ركود وكسل. طب هم عملوا إيه عشان ينشطوا حركة البيع في سوق القرية؟ عرضوا ما تنتجه الأسر المنتجة، ابتدوا يقدموا الحاجات اللي بتعملها الأسر المنتجة. طب هي الأسر المنتجة دي بتعمل إيه؟ بتعمل حاجات بتزود بيها الدخل بتاعها، زي ما تعمل مشروعات صغيرة، مفروشات يدوية، سجاد يدوي، وجبات جاهزة، أكلات. كل الحاجات دي بتعمل إيه؟ بتزود بيها الدخل بتاعها، وبتبتدي تعرضها في السوق زي سوق القرية، بتبتدي تعرضها على الإنترنت. بس الأسر المنتجة اللي هو خدوا الحاجات بتاعتها وعرضوها فين؟ في السوق. الجد سالم إن العمل القائم على التخطيط الجيد أساس النجاح في الحياة. أي حد عاوز ينجح في حياته لازم يكون عمله بتخطيط جيد، ما يعملش عمل إلا ما يكون مخطط له كويس جدا. يعني أنا ينفع أقول إن أنا هعمل مشروعات صغيرة من غير ما أخطط لها؟ ينفع أقول إن أنا هعمل مشروع أكل في البيت من غير ما أخطط له؟ هعرف أنا هشتري الحاجات دي منين؟ هبيعها فين؟ لأ، يبقى كده المشروع بتاعي هيفشل. أما أنا عشان أنجح في المشروع بتاعي لازم أخطط له تخطيط إيه؟ جيد. طب واجب على كل شاب؟ إيه الواجب اللي علينا المفروض نعمله على كل شاب؟ أن يسعى في طلب العمل، ما يستناش يقول لك لأ الوظيفة هتجيلي، لأ لازم يسعى ويطلب العمل حتى لو كان المشروعات دي مشروعات إيه؟ صغيرة. في يوم من الأيام ربنا سبحانه وتعالى هيخليها لنا كبيرة. ممكن أنا أعمل مشروع صغير في البيت، مشغولات يدوية أو سجاد يدوي، بعد كده يبقى عندي محل، وبدل المحل يبقى ليه كذا فرع. شايفين؟ دي الحاجات اللي الأسر المنتجة بتبتدي تعرضها. أي حاجة هما بيعملوها في البيت أو بمجهودهم من غير مصنع أو حاجات زي كده بيبتدي يعرضوا في السوق، والناس بتيجي بكميات كبيرة جدا عشان تشتري. شاكر حقا يا ونيس، حقا يعني صدقا وعكسها باطلا، إن سوق القرية تباع فيه هذه المنتجات المحلية التي شارك في صناعتها الشباب والأسر المنتجة. فعلا يا ونيس، سوق القرية بتباع فيه إيه؟ الحاجات اللي عملتها الأسر المنتجة والشباب. أنا عندي اقتراح تاني. شاكر، إيه الاقتراح بتاع شاكر؟ أن يمتد بيع هذه المنتجات إلى المعارض التي تقام في المحافظة أو في القرى المجاورة. بدل ما احنا بنبيعها بس في سوق القرية، طب ايه رأيكم نبيعها في المعارض؟ زي المعارض بتقيم هو عندنا في أرض المعارض، المعرض السوري، الحاجات دي، ما هما ناس جايين يبيعوا الحاجات بتاعتهم عندنا. هو نفس الكلام، قصده ان هو المعارض دي بتتباع فيها ايه؟ الحاجات اللي بتعملها الشباب والأسر المنتجة، متبقاش بس في المحافظة أو في القرية، لا تبقى في المحافظات وفي القرى الإيه؟ المجاورة. دي أمثلة للحاجات اللي بتعملها الأسر المنتجة. زاهد هذه فكرة جيدة، فكرة عجبته جدا بتاعت شاكر، وكان عنده رأي إننا نعرض أنشطة ترويحية وتثقيفية في السوق في اليوم بتاع السوق. إن هو يعمل أنشطة ترويحية، ترفيهية، يعمل حاجات الأولاد تيجي تنبسط بيها،
وتثق فيها ان احنا نزود بيها معلوماتنا، زي يعمل ندوات ومسابقات، يعمل ملاهي، يعمل فقرات مهرج، كل ده هيجذب الناس الى السوق. ونيس احسنت يا زاهر، ويمكننا الاستفادة، ان الاستفادة يعني النفع، من الاعياد واوقات جني المحاصيل الزراعية، جني يعني جمع وحصد المحاصيل الزراعية، وشهور الاجازات في اقامة هذه الاسواق والمعارض. احنا ممكن نستفيد من ايه؟ من الاوقات بتاعة الاعياد، كل الناس بتتفسح وبتخرج، وبرضه اوقات جني المحاصيل الزراعية، برضه في شهور الاجازات، مش كلها في شهور الاجازات بنفسح وبنخرج وبنسافر. هو نفس الكلام، هو ايه؟ ان احنا ممكن نعمل الوقت بتاع الاسواق والمعارض في الاوقات اللي الناس بتتفسح وبتخرج فيها، زي اوقات الاعياد واوقات جني المحاصيل وشهور الاجازات. الجد سالم، وعليكم توزيع مطبوعات ونشرات الاعلان عن هذه الانشطه. احنا لو في محل فتح عندنا هنعرف ان هو فتح وبيبيع ايه الا لما يعمل اعلان عن هذه المنتجات اللي بيبيعها؟ مش هنعرف. لازم بقى نعمل مطبوعات ونشرات عشان نعلن عن انشطه السوق او انشطه ترويحيه وتثقيفيه اللي هيعملوها في يوم ايه السوق. مريم قالت نعم يا جدي، سنشارك انا وهدى في كتابه هذه المطبوعات كما سنعلن عن انشطه السوق. احنا اللي هنعمل المطبوعات دي وهنشارك فيها وهنعلن عن ايه؟ عن انشطه السوق. ده الجدول يا ولاد بتاع المعاني والمفرد والجمع والمضاد، يا رب نذاكره كويس ونحفظه عشان الدرس بالنسبة لنا يبقى سهل. شكرا ليكم، يا رب تكونوا فهمتوا الدرس.